لو رجعنا بالزمن للقرن الستاشر وتحديداً سنة 1517، هتلاقي وانت ماشي في شوارع القاهرة وخصوصاً شارع النحاسين هنشوف حركة كتيرة وهيصة وناس رايحة وجاية، وكل اللي بيقدر ياخد حاجة على حماره أو الجمل بتاعه بياخدها ويجري، وناس تانية بيصرخوا وعلى لسانهم جملة أستر يا رب يا رب سلم، والبياعين بيقفلوا محلاتهم على البضاعة اللي فيها وبيهربوا، وبيحذروا بعض وهم بيجروا ان ممكن خيول المماليك تدهسهم، ودول كانوا مماليك تومان باي راجعين من الشمال من الردانية بعد ما العثمانيين هزموهم ودخلوا البلد. مشهد كده زي ما يكون في فيلم ولا مسلسل، بس المشهد ده حصل على ارض الواقع بالفعل، وده يعتبر نقطة تحول كبيرة من نقاط تحول التاريخ المصري، لما السلطان سليم الاول قدر انه يتغلب على تومان باي بسبب خيانة خير بيك وجمبرتي. بس فجأة بعد كام يوم المصريين يتفاجئوا ان السلطان سليم الاول هيتعدم على باب زويلة. طبعا الاهالي انقسموا ما بين مصدقين ومكذبين خبر القبض على سلطانهم، لحد ما شافوه يوم الاثنين الموافق 21 من ربيع الاول في يوم من ايام الخمسين وهو راكب حصانه. طبعا كالعادة وقفوا يحيوه في طريقه من باب البحر لسوق مرجوش لباب زويلة، وهناك شاف المشاعيلة واللي هم بمثابة عشماوي دلوقتي. المشاعيلة كانوا بيرخوا الحبال من قواعد البرج الغربي تحت مأذنة جامع المؤيد شيخ، فنزل السلطان من على حصانه وعرف مصيره خلاص، وعلشان كده وقف وقال للناس كلها اللي كانت ملمومة حواليها عشان تحييه اقروا لي الفتحة 3 مرات، وقال الرئيس المشاعيلة شوف شغلك يعني ينفذ فيه حكم الإعدام، ولما حطوا الحبل في رقبته اتقطع بيه ورفعوا الحبل مرة تانية لحد ما عملوه للمرة التالتة، وكانت فعلا التالتة تبتة، وسابوه متعلق بعد ما نفذوا حكم الإعدام قدام الناس وراسه مكشوفة. بس العثمانيين هزموا المماليك عن طريق الحيلة، وكان السبب في ده هو استخدامهم البنادق والمدافع، فكان الإنكشارية ودي أقوى الفرق العسكرية في التاريخ كانوا بيصوبوا بنادقهم على رؤوس خيول المماليك فيوقعوهم على الأرض علشان يقدروا يخلصوا عليهم بشكل أسرع، والعثمانيين بدأوا أنهم يطردوا المماليك في الترب ومساق الموتى وغيطان المطرية ويقتلوهم، ونصبوا في الردانية صواري وعلقوا عليها حبال تتعلق فيها رؤوس المماليك اللي ماتوا، فكانت الجثث بتاعتهم مرمية على الأرض من سبيل علان لحد تربة الأشرف كايت باي، ومن كتر الجثث ما بقاش حد عارف من فيهم كان ملك ومن صعلوق لأن كلهم أجسام من غير رؤوس. طبعا سليم الأول كان مبسوط بانتصاره على المماليك وهو راجع لتركيا، وأخذ معاه كل حاجة تخص المماليك سواء بقى شبابيك الحديد من الجوامع والأبواب الخشبية والسقوف المنقوشة والبلاط والرخام والمشاكسي والكراسي النحاسية والمشربيات والشمعدانات وكل تحف المماليك، مفيش حاجة العثمانيين سألوها بصراحة، ده طبعا غير 1000 جمل محملين بالذهب والفضة والنحاس والسلاح والصيني والخيول والجمال. بس هما كانوا معجبين قوي بالعمارة بتاعت المماليك والرخام المستخدم فيها، لدرجة انهم اخدوا عمودين مشهورين كانوا موجودين في القلعة، وكمان تطولوا على مسجد السيدة نفيسة وسرقوا منه الصندوق اللي بيتجمع فيه الفلوس، وسرقوا كمان خيمة المولد، وكانت خيمة فاخرة جدا مخصصة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واتقال عنها انها من ضمن عجائب الدنيا، وكانت خيمة قيمة جدا لانها كانت مكلفة السلطان قايد باي وقتها 3000 دينار. بس سليم الأول ما اكتفاش بكل اللي سرقه من المماليك واللي سابوه في مصر، لا ده كمان قرر انه يسرق تراث أكبر وهو العهدة الشريفة، وهي مجموعة متعلقات شخصية بالرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفظت بها مصر في مسجد أثر النبي بساحل أثر النبي في جنوب القاهرة. العهدة الشريفة كانت مكونة من رسالة الرسول للمقسوقوس وجلباب وبردة سوداء كان بيلبسها النبي وعمامة وشعر الرسول وسن من أسنانه اللي اتكسرت في غزوة أحد ومكحلة الرسول ونعله والقارورة اللي كان بيستعملها في الوضوء وآيات قرآنية بخط عثمان بن عفان وسيف الرسول البدوي والسيف المقصور اللي ورث الرسول عن والده. الحاجات دي كلها لسه موجودة عند السلاطين العثمانيين في متحف قصر توبكاباي في مدينة في اسطنبول. بس سرقات العثمانيين ما وقفتش عند كده بس، لا ده بعد 100 سنة من دخول العثمانيين مصر الموضوع اتكرر تاني مع السلطان أحمد خان لما قرر انه يبني مسجد وصمم انه يجيب أثر قدم النبي من جامع قايتباي في القاهرة علشان يحطه في المسجد بتاعه، وبالفعل حصل كده
بس السلطان أحمد شاف منام إن في حضرة الرسول والسلطان قايد باي وبيشكيه للرسول، وشاف في منامه إن الرسول كان غضبان منه، فصحي مفزوع من النوم، وكل ما يقول الحلم اللي شافه لحد يأكدوا له إن الأثر لازم يرجع تاني القاهرة، ورجع بالفعل.